قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. تبدلت الحوالة اليوم نهز الحمل عليك مر علي ومر علي عليا هالطيلوني صفر عقيم الراجل غادي يطير انتي تبغيتين وحنين لقيتيه قديم ولا 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 قلت لك انا باقا شتا كنت هي في سميرة والله يختي لك الدابة بحال بحال خدوش ايوا انت الله على غير شحال غزال على الله شكون غرسه شكون من غير شكون من غير انا مسخوطة انا مسخوط علاش علاش كتقول هاد الهضره مالك السي بوشعيب قال لك اسيدي خاصك تحيد هاد القلالج هادو ويلا ما حيدتهم غادي يرسم على راسك المشكله دابا راه ماشي في الزيتونه المشكله دابا راه في لا خدوش وما لا خدوش اش حرب الساقه اش دخل عليا في هاد الشيء قالت لي الا حيدتي الزيتونات الا حيدتي الزيتونات اسامه غادي يخرجوا فيا الله يستر ايوا ما بغيناش نخلعوك ولاني الزيتونه راه صعيبه ومولاها الله يستر ما كيعرفش راسو باش تبلع كيبقى غير جالس وكيغوت يا ربي حبيبي تسترنا ما قلناها في هذا المكان هذا فكرتيني يا ولد عمتي مسكين يا ربي تشوف من حاله كانت عند الفيرما ديال الزيتون زغبو سي دربه قالك بغى يقلبها بانان ما كملش العام تعرقت ليه الفيرما قطعوا ليه الرجلين جلس على الدست كون ما الفاميلا كون راه باقي يطلب وانت يا اسامه يا خويا ما حدك ساكن بوحدك في هذا السطح هذا تقدر شي مره تفرقع عليك البوطه الا ما تفرقعت تنفس تشم الغاز الصباح مخنوق الا ما صبحتيش مخنوق كل شي مره كتصوم في البارابول دله طيح دي الشير مخ معلقاتك ما خلاك والو عبر لك وانتي اصلا ساكن هنايا مع المشاش عرفتي شنو هما المشاش المشاش راه بالله كيتخالطوا علاش غادي نقول لك شي نهار تياكلوا القلب بهابز ديال عينيك يا ربي كثرنا يا ربي ما قلناها في هاد البلاطه هادي فراسك ترى راه الزيتونه راه واعره راه الشجره مباركه صافي سعاد زدتي فيه راه الراجل مسكين غادي يجيك خير كارديا لا 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 سعاد لا غيتا الله يخليكم الا جات ما حنا جدينو قولوا لي انا كنبغي كثر من جدتي انا كنبغي انا اركب التيريق صافي كون هاني انا غتجي غنقول لها اركب التيريق عفوا صافي انا مسخوطه بسم الله الرحمن الرحيم يا رب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله قتلتي الراجل صاحبتي يا ويلي ما بغى يقلب لينا السطح جرده تفطى ولا مالك انت شغلك انت يا مزيان تلقى يديك اجي نتايا حيدتي عليا دوك الشجرات انا ما قدرتش علاش كنتي كنقول راه غادي يخرجوا فيا وسلكتك هاد الهضره واش غادي نقول لك ولي 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 واش غنحوش اجي بومريز اشنو حيدتي عليا دوك القلالش من السطح لا ما حيدتهمش وما غاديش نحيدو كيفاش قال لك اسيدي خاف خدت جمرات ليه راسها بالخرايف في البيطة قال لي خاف من الزيتون لا يخرج فيه لا راه ماشي غير خدوش بوحدها انا قلت لي سعاد وغيطه ودابا وليتي كتخاف من الزيتون وما كتخافش مني انا واه الله السي بوشعيب ما نسالك داكشي لا تجي فينا شي شوكه بارك عليك من هاد الخرايب راه شوف غادي دير هادشي اللي قلت لك ولا السطح غادي تجمع وجهك ماشي بحال هذا طوطا راه تصحنيت راه الا ادى الزيتون غيخرج فيه سكتي الله يعطيك السوسه بالدرزه السي بوشعيب انا نقولها لك صراحه انا ما نخاف من والو شوف الله يرحم لك الوالدين راه الا بزتي عليا انا راه غادي نهزك ديالي هادي امشي معايا زعما هادي رجله عندك ياك شكون قال لك اخويا انا راجل انا ماشي راجل انا خو ما عرفش ماتها والوالده الله يذكرها بالخير ديما كتقول لي اللي خاف نجا صافي بركه انا غادي نهبط هذوك الزيتون الله يرحم بيه الوالده سي بوش بالك عليه يدي الله يرحم بيه الوالده سي بوش راه ماشي غير نحيدهم زعما كاينه خفت عليك عيط بغيت نمشي بحالك سير لهليه قلب بيك الشايعه اللي تضربك غير بغيت نوريك باللي جو بو دو بروفي باللي داكشي كله اللي عندك في دماغك راه غتخرب واخا هنيتي انت سي بوش سي الله يرحم بيه الوالدين
انا مسخوطه صافي وبركه. المهم دابا ما كاين حتى شي مشكل، انا غادي نهبط هذوك الشجر وانت تهز عليا داك التراب اللي جبتي من القبور تلعو. انا غادي غير نشوف مع السي عبد الله واحد القضيه وانا اللي عاد هي الاولى سي هي الاولى سي بوشايب. يلا واطي واخا واخا المعلم عبد الله سي بوشايب مدرا لقيتو شي حل؟ لقيت دير رجاله ديال الكرتون. شكون اللي قال لك اخويا انا راجل؟ انا ماشي راجل، انا شبهت. انا شتا اش غدير انت؟ ما تحطي لك حتى في شي حاجه، انت غادي تحضي لينا وحنا غادي كنشتي غادي نقلعوا الشجرات وغيخرج فينا داك الباطو اللي هاز الطياره. باطو اولا عوضنا ترى الباطو راه حالو سهل. راه المشكل اللي كاين هو ديك العيشه ديك اللي تابعه الباطو، توصل حتى لهنا تولي واكل الجيران كله. انا توكل على معلم عبد الله نعاونكم. اسكت برك تاع حدي وسكت ما ديري. لا دوز حيد من جهه البرد. يلا سي بشعي واحد جوج ثلاثه صوبة. والله ما تكون غير اجرى انا وديز عليها طاكسي. انا قلتها لكم هذا غنعربوا لك والله الا غنعربوا. ولا ولا والله يستني انا. جيب لي جيب لي ديك ديال لودن فين هي؟ عندك المعلم. شوف قلب على لاباري. قلت لك قلب على لاباري انت واش كتشد؟ هاي 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 لاباري ما كاين فيها صراحه حتى رزت. تجيب لي اسامه الكولا سبيسيال ولا سقف في الكراج. تدخلنا في السبيطار. انا غنكون في السبيطار دابا. طلق لي المطيب. صباح الخير ميمي. صباح الخير سفيان. مالك لاباس؟ ما عرفتش وقيلا دخلت لي شي حاجه في عينيا. ما لا 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 ما تخافيش انا عندي مع هادشي مزيان فاش كنت صغير. دقيقه ما ترمشيش عارف كيحرق داكشي. حيدو هادي انت شوفي داكشي بحال هولندا. غادي نقيو اليدين باش ما نخليو لك حتى شي حاجه فينا. الكروبات. شوفي شوفي فيا شوفي شوفي الفوق شوفي الفوق ما تخافيش ريسبير. ممكن؟ يا رمشي دابا. على وليدي سفيان شي ما يخرج منك. واه سي سفيان انت غزال. نعم بغيت نقول انت مزيان بزاف. شكرا. بقيت فيك بنيتي يا ميمي. حنا في هولندا كيفاش كنقولوا شكرا؟ كنقولوا بالشوكولا. هاك صحتك. ديري الشوكولا ديال هولندا. كنحماق على الشوكولات ديال هولندا. هي ما تصوريش راه كنت في هذيك التمله الشوكولا ديال هولندا كنولي بيبي بيبي. ايوا كنت شعبوه بزاف سفيان. سبحان الله العظيم كتشابو بزاف. نيت طاح الحك وصابغطاه يا كبيبي. ما عنديش مع هادشي ديال الشوكولاتة. انا مسكينة مهبطني غير التليفون اللي نسيتيه في الدار. ايوا سي سفيان مسكين حيد لي الناموسة من عينيا كانت تهراني بزاف. راه عارفة راجلي حنين عزيز عليه ديال الخير قلبو كبير من صغرو عندو مع هادشي ديال الإسعافات الأولية. لا شوف في الدار ديري ما بغيتي قدام الجيران وداكشي. لا ما نسمحش لك. ايوا نعشيو ونهضرو. انا غنخلي لكم هاد الساعه. بسلامه. سلامه. اجي لهنا اجي لهنا. سربي سربي ولا غيسمعونا الجيران؟ لا لا ما يسمعوناش الجيران. جاتكم هذا من هولندا. شنو هو هذا عاوتاني؟ تليفونك غتخليه ليا؟ لا 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 سعد في العشية واش نمشي للدار ولا نمشي عند أمي؟ باش ما نقطوش الصداع. اسمع العشية صافي صافي. سعد جيني في العشية ونوريك الشوكولاتة. فرشيخة ديال القلة عيني ما مشيت نصاب. شعيب اب شعيب طيح جيتيني عبد الله. ما طاح حتى حاجه ما طاح حتى حاجه. غير نقول لك اصبر عليا واحد الخمسات دقائق
يجيب اسامه الكولاس بيزيان وغادي يصور ركبها لك فنك من اليوم تسمع مزيان. ايه 5000 ريال بحال انا شاريها من الجوطيه. هذه راه جايه من فرنسا راه مخلصه بالاورو ولا شريت وحده الجدار حتى اللي تخلصها. علاش غادي نخلص انا؟ مالي انا مسخوط الوالدين ولا باغي ندير حسنات تصدق لي ابو زلوم؟ شوف عندك تجي رقيه دابا وتسولك عليا وتقول لها راه مشى للبحر حيت انا بغيت نمشي نشم شويه ديال اليود. الى جات وقول ليها باللي راه ما بغاش الوقت يفوت عليه ومشى يصلي العصر. صافي عاكون هاني انا غنقول لها راه ما مشى من هنا حتى تودع. كمان غنشرب انا الماء ديال البحر مسحور. صافي ها هو جا. سلام. اجي شنو هذا؟ الكوله مشيتي جبتيها من الجابون ولا؟ لا راه مشيت كنقلب عليها في الحومه ما لقيتهاش ومشيت لبلاصه اخرى. بلاصه اخرى؟ الله يتمك. صخره كدير فيها عامين. اجي 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 شتيها زعما كاين تغف ما توسخ تدخل تسخن الماء وتعوم. شوف والله باقي تعوم ليا بالماء سخون تتخلص انت الفاكتوره ديال الماء. شنو هو؟ شوف على اللي قال لك قولي لي هي قول لي واخا هي 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 راه داك الصرف اللي باقي عندك. اين صرف المعلم انت؟ اين صرف انت اللي خاصك تزيدني باقي 3 دراهم وهادي ما عطيني صرف ناقص. لا غنزيد انت مالك ولات فيك هاد القاعده ديما كتشيق الصرف. اش لهنا؟ اش درك على الكوله هذه اللي شريتيها من عند مولا ما سولتيش على كيفيه الاستعمال مكتوبه بالشينو جايز. ماك تقعق عليا زعما انت معلم ديال الشيوعيه. والله هذيك المعلمه مكتوبه بالعربيه وقال لك اسيدي الا قاست اللحم ديال البنادم وضروري عمليه جراحيه. عمليه جراح؟ وراه هما اللي قالوا كمال عمليه جراحيه مسرانه الزايده. وإلا ما تيقتينيش المعلم جرب. انت كتكذب عليا انا ما عمري درت الكوله. اجي اش كتبرقد؟ قول اش قلتي لي؟ غنمشي نعمر البراد ديال اتاي. ولا لقيتي رقيه دابا سير قول لها بلي راه خرج مشى للبحر. قول لي راه مشى يصلي. صافي غنزيد السكر غنزيد السكر. راه نعرفك فمك ساقط. وامشي راه ما كاين لا رقيه لا وراه مشى يجيب براد شر براد ديالاته. اش كدير؟ اش كدير هاد؟ الكوله هذه مزيانه هذه ديال الشينوا. اشنو هي؟ كوله مزيانه وسامع عنده الحق لاصقت لي على سبعي لا بارك. دابا شنو هذيك زعما كاينه تصور؟ شايب هاد. ما تسفرش انا ما تسفرش كتسمع مزيان. ايه درك على بارا الا سقط لي على صبعي خاصني نحيدها عاد نركبها لك. لا حيد غير صبعك خليني يلا. راه داكشي اللي بغيت ندير باش عيب. راه بغيت نحيد صبعي عاد نركب لك لابارا. اطلق وقول عاود بالله مستراجي اطلق حيد من اللعب الدراري. واش عيب؟ واش فهمتيني ولا لا؟ اطلق لي التاز هات بلاتي بالله. شد 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 بلاتي سمي شد لابارا شد غير لابارا. هاي يلا جرب جرب. ايوا اطلق واسبيل يا صبعي وقول عاد ولا مستراجي ما نلعبوا دابا. واش عيب؟ سبيل يا صبعي سبيل يا صبعي اطلق لي الويل اطلق لي بركه. واش عيب؟ واش ما هات واش عيب؟ واش تشكون لي سلطك عليا شكون؟ لا جيتي من فرنسا لا غتطلق لي دابا لاباري ولا لا؟ راه داكشي اللي بغيت ندير. شنو؟ سبيل يا صبعي انت ما تجبدنيش اطلق لي لاباري. بسم الله صبعي مشاي. صافي صافي انت توحشتي صالح راه دابا يجي. صالح يا وليدي طلع لابوك افطاري لي مع الخير. وصافي وين 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 نو 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 هادشي كله هو اللي كتقولي على ميمي راه ما يمكنش ديرو. نو 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 ولا لا رقية تنقولك شتهم بعينيا. سيدي صفيان مسكين بغا يحيد ليها الناموسة من عينيها والبنت ساحت اويلي تصوري تمشى وعاود رداتو قالت ليه حنا في هولندا ملي كنبغيو نشكرو شي حد كنعطيو الشكلاط تا غزال انا ويا كانت اشتيها اختي تعطي لراجليها من الشكلاط. انا راجلي ما موالفه ليش الشكلاط كاع كي ندير انا الوحل اللي بغا الشكلاط نطق عليها. ميمي قالت لك سيدي صفيان غزال ودي خاصة نضادر ديال قيعة الكاسات. انا بعدا راه عندي راجل كيت لي ما لقيها حتى تصور حدا وقلبي عليا سمحوا لي تعطلت عليكم شوية كتعرفوني ما نقدرش نخرج قبل ما نصلح لسيدي مجيد قميشتو الا ما خرجتوش كيشعل بحال العريس ما نبقاش على خاطر. هي اختي خدمة التاعس للناعس انتي زوقيه وقاديه وفركسيه وجايه وحده اخرى باغا تديه جاهز. قالت لك لالا ميمي تدور لها بسي سفيان. ميمي هاديك ميمي يا لالا دابا عرفتيش كدير ليا كتدخل لواحد غير بديك الضرافه وتدرويشتو كتقول لها مرا كنعرف حتى شي حاجه وفي الاخر اختي كضرب ضربتها صحيحه. ضرب قاتيه فيها الضرب اشنو وقع عاودوا لي. انا هادشي راه كنقولو لك يا الحبيبه ديالي غير باش توقدي وتجمعي راسك. جمع راسي خلص عليك حبسي ربي يا لالا غيتا تي ديك ميمي اللي شادها عندك اختي خليها لك التالي ولا الوالي. شوف يا لالا زعما ما نكذبش عليك حضي راسك هذيك راه شي نهار غدير لك ميسه. انا غير قولوا لي دابا هاد ميمي
واش بغات السي سفيان ولا بغات السي مجيد؟ ايوا لا لا نقيه سيبوزنا حنا كاع عينيها في السي سفيان. علاه مالي انا حيت قصير اللي جاي نقزني؟ انا راه تنخاف غير على لالا غيتا كتبقاي فيا ديك النيه والتدروش تلعطاك سيدي ربي شنو غتلقاي راسك في الزنقه. لا 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 سعاد لا ميمي حنا كنعرفوها ملي كنا هنا ما فيهاش هاد الشيء نهائيا. وكون كان عينيها في الجواج راه صلاح ولد خدوش كان كيتسطى عليها. ودكتور مشكل ماشي في الراجل، مشكل في كايد شارج اللي قاسي شي شويه. مثلا انايا راه خالتي عارفه انا فات احلامي ما خصنيش يكون فايت فيه مجوج ولا عنده الكرش. نيفر نيفر. شوف سعاد غير ناسي على جنبك اليمين، عرفتي ميمي؟ ميمي راه اللي في قلبها على لسانها غير تهني ياك لالا غيتا. دابا وليت انا هي اللي فوتي في لالا رقيه. واخا لالا سمحوا لي وما ديراش مني قلت الصواب، غير بالحق ردوا البال ملي توقع الفاس في الراس ما تقولوش سعاد اللي قالت. سكت شويه راه درتي لي الشقيقه، كنت سكتي شويه. ارقي ارقي الله يهديك. واش انا كنقول لك نسقات ليه بسمعو انت كتقولي يا سيد جيبه؟ الله لما سكت انا نشري لك وحده جديده صافي. وي ارقي راه خصك تمشي عند الطبيب يسرح لك وليك، راه لقيتي كتسمعي والو. واش انا كنقول لك نسقات ليه بسمعو انت كتقولي لي راه ما كاين حتى فاس، سير خذ بير غاديه باين غاديه ثاني باين. والله لا رقية ما بغيتها لك، بغيتها لعدوك اللي ما يحملوك يا ربي. اش داك الشيء راس المصايب؟ واش عقلت انا رقية ملي قلت لك بلا ما نحيدو الزيتونات، بلا ما نحيدو الزيتونات، ها حنا طحنا فيها دابا، رجعنا ثاني لهضرة الزيتونات. واش عيب الله مازال ما بغيتوش تثيقوا بيا؟ واخا لالا، السي بوسعيد ترسات ليه لاباراك. إيه 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 إيه. المعلم عبد الله سقات لي بصبعو. المعلم عبد الله سقات لي لاباري بصبعو. هذيك لالا سعاد حتى هي تخلخلات بدات كتبع عليا ديك ميمي الله يستر. سكوكو اش بيتي اكثر من هذا الشيء؟ لا 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 قيل ماري انا ياك انا ما بغيت دوك الزيتونات. انت شوق عليا راني وقفات حاسلام، حيد عليا من ديك الهضره ديال الخرايف ديالك. عبد الله يديك لا رقيه راه داك الشيء علاش جيت عندك. هضر اش كاين؟ بغيت نقول لك زعما راه هذوك شكون صحاب ضريبه كاينين لتحت كيتسناوك كيتسناوك انت. اللهم اني قد بلغت انا راه ما كاين. اشنو اش كاين تاني؟ اشنو اشنو اش بيمشى دخلتك دابا فايت طوطو تتخلص داري بحال جاو لهنا الدك. شنو الفلوس ديالهاش؟ انا ما عندي فلوس، ما بقاو عندي فلوس صافي راه قاديتو. والله ما نعطيك حتى 5 دراهم بالك عليا سيري. خبرك راك حول من ودنيك. عبد الله اش هاد الماكلة؟ سكي سكي شوف 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 الدنيا كدرتي ليها بالكسكسو. كدي ندير تنسكي سكي ندير شنو غادي نلصق فيه البولة نقدر نجمعي كلشي. ني ركزة طوارية مع راسك بالكي دي فين ديري تنسكسو على اليوم حيت انا يدي اليمنى معدولة. ايوا اليوم ها الجمعة وانا كل جمعة كنصرب كسكسو وزيدو نهكل بالمعلقة. ها هي عيدي عليا الزنقة ما نحملها ما نقبلها. بغيتي ناكل بها يتشوط ليا فمي وعجبك الحال. راك تعرف العاقبه ما غتخرجش على خير. علاش العاقبه اللي ما غتخرجش على خير؟ علاش؟ نسيتي الزيتون ياك ما سلكتو منها باقي العاطي يعطي. اعمل لي عطي العاطي هذيك الساعه تيديري الحنه بالدوليو. يا ربي السلام. الله يسمعنا شي اخبار. برك الله تاش تكوني تعا كتسمعي صوريتي وكتنقصي. شوف شكون قلت لنا دير وي يكون عبد شعيب راك واحد ما بقاش يسمع راه ولا كيصوني يصحاب كاع العمارات تسمعك. ها خدوش لاباس لاباس. الله اسمحوا لي الا جيت في هذا الوقت راه ما بقيتش قادر نصبر. انا ما بقيت كنسمع والو. مرحبا بك السي شعيب علاه نصبراني؟ زيد زيد كون معنا واحد شويه ديال الكسكسو. والله لالا ما عرفت فين مشات لان كتعرفني دابا ملي دارت الصالون ولات هي خارجه داخله ولكن لا كان عقلي ينفعلك مشات تشري لاصير باش تنتب لخالتها واحد اللحيه. واسي بو شعيب وقلت ليك دوز لك قم معانا كسكسو. اي خليه ليه خليه ليه حقها هي هي راه عزيزه عليها القلنا كولوا تا تاكلوا كاع وخليوا ليها غير الوسط هكاك خلي ليها غير الحيمه. عبد الله ارض للراجل ودني خلينا نتفاهموا معاه. اعوذ بالله. وليدي علي خلي ديك الحيمه دخلتك جيوك عا في الوقعه توك مالك هاخذه يلا هاجي لاباري قولي ليش ما غتقولي لي. واسي بو شعيب ومرحبا بيك تاكل معنا شويه ديال الكسكسو ونعمر لك واحد البراد ديال اتاي فعلتك. بارك الله فيك والله ما رضيتو عليك. دابا عاد لك قيمرونه بنت خت رقيه
شوات ليا واحد البوفتيكه ناشفه عرفتي ما كاين حد غير بوحدي انا كلت هذيك ما علينا هو تغدى صافي ساليتي معاه اش بغيتينا لا لاش جاي لعندي رانا داير رانديفو مع الدانتيس دابا اللي غادي يحيد لك شويه دانتيس ايه لاش باش يعيد لك شويه من الصباع شوف راه ساهله كوم سي تي با اريشي لا دوند العقل يحيد لي شاديه من صبعي وانت راه حيد لك شويه ضربه في الطنطفيه مش عيب ولا القاسم باش كيحلف الرجاله ومشى حتى حيد لي شاديه من صبعي حتى تحيد لك عين شوف انت هذيك القصعه ما يقيسها حتى واحد تبقى كامله ونزيله تمشي زيد قدامي الله صباح الحال مشمش نيت مزيان الواحد يطلع السطح يحيد على الغموله مكسله ليا في كوبا كابانا الله يهديك انت هي ما عندك شغل غير انا شوفي انا ما غاديش ناخذ لك راجلك اوكي اخذ فرصه انا كي تبعي يا بخش الصوب لايف دول بغيت نقول لك راجلك غادي يهرب بوحدو بوحدو الا بقيتي ديري ليه بحال هكا يا راجلي عم حطوط لا لك والغيرك اللي مع الدراجل تمشي تقلب على راجل سعاد راجلي ان شاء الله غيبقى معايا حتى نلبس عليه الابيض شتي والله لا دهافك واخا تهضري ليه بالشينويه والله يهديك وحنا يا الجيران والغدره ما كاينش بيناتنا كمان صافي راجلك حي ليا ناموسه من عينيا كاينه شي حاجه هاديك اختي الناموسه اللي ضراني انا سمعي لي مزيان غنقول لك مو يا اش اف هي خدنا مع لا 20 دعامه يا كتخوا يا لوش اي كتها من نيت سمعتي لي تماك اي بنا مراكو حكومه ام تبارك اي كتها ما خشيني انا مان اوكي اي كون خمان انك دير لك مويت نتراوا بلاك ات مبيرد شتي تصح غنخليه لك ها ها غني عليا اختي تعالي غني عليا لكن شما غندغاب المعلم يحشم لا سعد مالك كتهضري بوحدك فاش واقعه النهار قلعنا هاد الزيتونه حنا تبعنا النحت خصنا ديك النحت ديال الصقع ميمي فقصري انا اللي قلت لسي بشاي مقلعهم عرله لا سعد عرله يما عرفتي اش غديري غرسي جدر مزيان مزيان باش يغرق النحت اش بيني انا وبين هاد القرح حتى نشري راسو يا عباد الله جوج المليون واه اش نربح انا كاع اش ديروا نتوما بجوج ما كندير والو انا غير جيت للسطح ندير واحد الطليله وانا لقى لا سعاد كتغرس في الزيتونات وكطلب التسليم وقتي انا جاتني الضريبه وانت مالكي انا بغات تفرق عليا ديك الصقعه ديال ميمي تابعاني بحال التابعه انت باقي معمره راسك بهذوك الخرايف ما كتمشي عليك الا اللرقيه اجداه هي تهضر لي راجلي اجداه تعطي الشوكولاته تقول لي انا وياك كنتجابوا راه كتقلب عليا راه كتمشي عليك ترى غير على راجلي بالعيالات سعاد سعاد الله هذيك راه حتى انت زوينه وغزاله كاع ولكن الا بقيت على هذه الحاله هذاك الرجل غادي يطج وبركه بالبهلان وبركه عليك من الطرطاره قال لي واحد المره قال لي والله تغنطج عرفتي انا سعاد الراجل الحرم اللي تبغي ديريه في القفص كيلقب وادخل حتى سوق راسك وخرج سوق العيالات والله تندمك سكتوني عليكم انتما بجوج ويلا انت يا قدامي بعدا طلبي السماحه من ميمي طلب منها السماحه راه هي اللي خاصها تجي تطلب مني السماحه لكن عليا انا حيت قلبي بيض انا مسامحه ولا تعطيني التيسه حيت هي اللي بدات الحرب شتي ميمي راه قلبها صفى من الحليب ونوضي نوضي نوضي الله يهديك نوضي تبعيني زيدي ما تبينيش لي انا اللي بغيت نتصالح معاها اي ضربني وبالكوز بقني واش كنخوف تسقع واو ترى هاد الحاله عندك راه غادي 20 اغسطس بديتي 20 اغسطس كاع ما يطرى لي هادشي غادي بيا لعند قزار سي 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 عبد الله ياك ما توعدتي جاني لقينا هنا شد الورقه من عند سي بوش عيب ديال اش هاد الورقه ديال الدواء ديالها ديال كوميسيريال ديال اللي جيتي شد جيب لي الدواء ما تعطلش عليا سي عبد الله والبينكا صرفت ما عندكش لا شوف شي مشعيب سي بوش عيب شنو صرف باش نجيب الدواء صرف شنو نصرف ماني انا كنطبعهم ياك انا خلصت الطبيب وانت خلص الدواء انا اللي في دعوه اللي مشيت معاك حتى لعند هذيك حيد لي الشاديه من صبعي ما كنت صحاب الله ما نحيدو ولا قسي بالله نولي ندرب على الله يسري انا كل بين اللي بغيت غير البنج هذيك حيد لك غير ان بتي بو ام تي بو ام تي بو كل حيد لك تكرك متك ورا ديناك الروضه انا اخويا دير انا راه كي قسي شي واحد شي بلاصه كنمرض كامل انا مشي عبد الله شوية تمال غادي تعقريني بشوية ماك جاني لك الشينوى تاش من الشينوى طلعت للسطح نسقي دوك الزبيتينات
البنات وانا نطلع مني خلع راه ماشي هما اللي فيهم التابع. وفاش كاينه التابع؟ في التراب اللي جبتي من الروضه راه لقيت فيهم عظم ديال بنادم. والله تلقيت عظم ديال بنادم. تراب ناري ولدي صلاح ارسم هادي راه علامة ديال عشرين غسطس.